مشاهدينا الكرام، انطلقت مؤخرا حملة لنظافة مدينة نواكشوط بإشراف من وزير الداخلية اللامركزية وبمشاركة من القيادة العامة لأركان الجيوش وجهة نواكشوط والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين. سنتساءل الليلة مشاهدينا الكرام عن أهداف هذه الحملة وعن التوقيت، وهل حققت الأهداف المرجوة منها، وما هي الاستراتيجيات المستقبلية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت. لنقاش هذا الموضوع كما أسرفت مشاهدينا الكرام استضيف لكم السيدة فاطمة بنت عبد الملك رئيسة جهة نواكشوط. سيدة رئيسة، قرابة سنة تقريبا وجهة نواكشوط أخذت عملها، ونواكشوط كان في وضعية يرثى لها، جميع المقاطعات مليئة بالقمامة مليئة بالأوساخ، إلى أن أتى الجمعة الماضي انطلقت الحملة بإشراف وزير الداخلية، حملة لمدة 5 أيام. أين كنتم خلال هذه الفترة؟ من المسؤول؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي عليه الكريم. الصلاة والسلام. أنا أولا شاكر التلفزة، شكرا، على إتاحة الفرصة إياك يتم إنارة الرأي العام حول بعض من القضايا اللي ما حقا الناس تعود ما هي متفقة حتى فيه، بلي أنتم ما قلتوا أن خلق ياسر القمامة وكذا، فرض علينا رجعوا أولا بعد كاع علاقة الجهة بالنظافة ونقول لكم ملي الوضعية الحالية وش وساها تعود نبت. أولا نختار نأكد عن النظافة، عنها ما هي من اختصاص نحن الجهة. نحن هون سيدة الرئيسة، يعني نحن ما نقوله، اللي يقول المواطن، نحن ما نقول المواطن يقول شيخ نواكشوط ويقول البلديات والقمامة خالقة. المواطن يتابعكم انتم، يتابعكم انتم اسمع. لا نحن قارين شي، نحن دور يعرف ذاك اللي جاي. تفضلوا عندكم حق الرد. طيب نعم. طيب شوف، نختار نأكد عن النظافة لأنها ما هي من اختصاص الجهة. وعلى ان الجهه قبلت توقع اتفاقيه مع الحكومه نتيجه الاركام التجارب اللي كانت عند المجموعه الحضريه اللي اصلا ذاك من اختصاصها النظافه. وعلى ان مولي الجهه حريصه على شيء كامل لا يضر المواطنين، على انها تساهم في رفع الضرر عن المواطنين. هذا هو الوسه بعد كاع احنا نوقع الاتفاقيه مع الحكومه اللي كانت مولي مؤقته، عندها طابع مؤقت، وانقال لا شهرين، وبالتالي اتفاقيه يعني تعود لا شهرين والله ثلاثه، ما قد مدة ترسم مقاربه ولا قد ترسم استراتيجيه به اللي ما هي في الوقت، ما هي في الزمن، لابد لها عندها مده على مدى طويل ياك تعود عندها لا تعطي نتيجه. هذا جانب. الجانب الاخر هو على المقاطعات الثلاثه اللي دارك فيهم الحمل، اللي فيهم الحمل والداخل فيهم الجيش، وفرصه سانحه اللي نشكر الجيش، لان الجيش دائما يتدخل، يعني يعود المواطن في ازمه والله يواجه عدو، ولا خالق عدو اكبر من الوساخ، وبالتالي الجيش مشكور على التدخل اللي عنده. ذو المقاطعات الثلاثه ما هم من المقاطعات اللي عند الجهه بهم صيله واللي موقعه اتفاقيات مع الشرايك اللي تمارس النظافه فيهم، خارجين عن النطاق. نختار ذكرته عن مقاطعات سته، وعلى انهم هما تجنين وعرفات والرياض والقصر وتيارت وتفرق زين. اذا عنهم الميناء والسبخه ودار النعيم ما هم منهم، هذه اتفاقيات اخرى سابقه، وميالت الولايات يعودوا يعطوا عليهم اللي قالوا سيرفيس فيه ياكي قدو شرايك يخلصوا، وهذا المواطنين يعرفوا على انهم فيهم عمل ناقص به، اللي فيهم تراكمات اللي لها سنوات كاع، هو الوس الجيش صار كي دخل فيه. شواس الصل الوضعيه تعود لنا بشرح كاتي به اللي الاتفاقيه اللي موقعين احنا مع الدوله، موقعين مع حكومه موريتاني الحكومه السابقه، توفى 31 يونيو 31 يونيو، ولوسخ ما يقدر يتحمل يوم واحد من عدم العمل به اللي نواكشوط ينتج فيه قريب من 1000 طن يوميا. احنا اليوم مركز التمر يقيسوا قريب من، يتراوح الشاحنات اللي تقيسوا بين 80 و100 شاحنه. معناها على ان ينين اللي يعود الوسخ يخل، احنا رفعنا عن ويدينا به اللي فات الاتفاقيه 31، وكانت ميارت ما دخلت تقبلها. هذه الحمله ذيك المده ما جهزت، بقات الوساخ مده 7 ايام ما عدل فيها شيء. معناها المقاطعات اللي كانت اصلا عند الجهه فيها شرايك مع اتفاقيه مع الجهه ما تلا فيها عمل مده 7 ايام، والاخرى الصقع اللي لهم زمن فيهم تراكمات زاد خرص. سيد الرئيس، هذه الحمله اللي نحن فيها ضغط، أيوة، واللي انتم شريك فيها، أيوة، جزء من المقاطعات ما زال فيه نسخ وهي وافيه، جزء من المقاطعات ما انتخل.
المقاطعه هاي الحمله بعد كاع على المقاطعه الثلاث. المقاطعه انا نتكلم عن المقاطعه الثلاث، تفرق زينه مسار فيها الوسخ؟ لا تفرق زينه خارجه عنهم، تفرق زينه بقايا الوسخ اللي فيها بيها التراكمات اللي خلقت مده الاسبع ايام. مده اسبع ايام، والشرايك نفسها رجعت للمقاطعات كامله، وفيها اليوم مقاطعات ما فيها ما فيها نقاط سوداء. سيد الرئيس، هذه نعم. الشرايك اللي تعطى لها الصفقات، أيوة. واللي تعطى لها العمليه وتقوم بها، نعم. المواطن نعم. يشكك في قدرتها على القيام بهذه العمليه، ويقول عن البلديه عنها هي المسؤوله عن نزع القمامه، لماذا تم انقلعت الروايه من البلديات وعطات لي الشرايك؟ شنو هو المعيار مولي؟ انتوما سيده الرئيسه جيت نواكشوط اللي تعطوا عليه صفقه للشركه، شنو معيار من درك هذه الشركه تخرصوا يا كان عندها الوسائل اللوجستيه والماديه والبشريه للقيام بهذا؟ والله لا كان هالطريقه الاولى لذا قريب فلان تعطال والله كذا. لا 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 فهم معايير تنقبض عليهم الشرايك، ومن بين ذيك المعايير على نعود الشركه من نفسها تمتلك على الاقل 50% من التجهيزات اللي عند هو مالكها، ما هو كاريها ولا وكذا. هذا جانب غير فهم، واللي جانب اخر عن المقاربه اللي كانت الاولى. ولا تنسى اعلن هذا مؤقت، واعلن انه ما قد قاعد ترسم فيه استراتيجيه به اللي مؤقت شهرين وكذا، ما مدة ترسم فيه شيء به اللي فرض على مدة تشوف تعود عندها رؤيه وتعود واضح الله يتعدل عقب هذا. اياك تقدر ترسم استراتيجيه عند قابله للاستمراريه وتعود صار عندها نتيجه عندها نتيجه ذكيه مهمه ملموسه لا يقد المواطن مثلا توضح له والله زاد قاعد يستفيد منها. انا ما نقدر نقول عن الشرايك اللي حاليا اعلنها اعلن العمل اللي تعدل عنه كافي، ما هو كافي ابدا، به اللي ما يمتلكوا قاعد المهنيه الكافيه ما هو كافي. غير بعد كان فهم عمل لباس به، مقاطعات مصقوله ما تات فيها نقاط سوداء ولا تلا فيها مثلا ذيك التراكمات، معناها هو العمليه فيها شقين، شق من الجمع وشق من النقل. يعني تعود الشركه تعدل لا النقل والجمع ما تعدلوا، معناها هو اللي كان موجود في المقاطعات الوساهه تعود فيه تراكمات، معناها ان الجمع نين يصلح بصيفته اللي 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 اللي, اللي مثلا مرسومه له ما تلقى على الوسخ لا يجبر بالله ينقوم عند المصدر، وبالتالي ما تلقى الوسخ لا يجبر تراكمات منه. سيد الرئيس لين نرجع شور التجارب السابقه، نحن كانت عندنا شركه اجنبيه كانت هنا تنظف مدينه نواكشوط وفشلت، وشاو شرايك وطنيه، ومن اللي لاحقوا شي اليوم ست مقاطعات والله اقلب مقاطعات مسالت فيهم القمامه، ومسلنا في القمامه في القرن 21 ودوله حضريه، وفهم كيف قلت لك ولا تجاوبتيني دور البلديات. المواطن يحمل البلديات والعمد يقولوا انهم ما عندهم صلاحيه نزع القمامه بهم، اللي ما عندهم الياتها ولا عندهم الموارد المتعلقه بها، كيف تردوا على ذاك؟ شوف انا ما انا انا قناعتي انا على ان هذه مسؤوليه البلديات، وهي الميالتها ترجع لهم، هاي قناعتي انا. يا غير تعود الدوله عندها توجه اخر وتعود البلديات عندها رؤيه اخرى. هي انقبضت انا هون ماني البلديه، هي انقبضت انا هون هي جيت نواكشوط نعدل هذا مؤقتا. يا غير البلديات صالح المواطن ليس انقبضت منهم نظافه، البلديات ترك مقبوضه منهم نظافه. شو صاهر لك؟ هي البلديات ترك ما هم المواطن البسيط ما يعرف، المواطن البسيط بينه مع عمده انتخبوا الشوارع يعرفوا، حتى المواطن ما لكم انتم مخلينه يكون يعود يعرفوا، ما لكم تمرتلوا به كل ليله وتقولوا له ما يعني البلديه وعمدكم هم قايمين العياطين وما يعنيهم، وانا العمد الوقت الحالي ما فيهم حد عنده مسؤوليه النظافه. انا سمعت وانا كنت يامس عمده تفرق زينه ما عندي مسؤوليه النظافه عند المجموع الحضري، واليوم الجهه ما هم لاختصاصها النظافه. سمعت معناه ان اللي تعدل تسير مؤقتا النظافه. شنو الدولة أكثر مخصصة من الموارد المالية لهي الحملة، شنو لهي النظافة؟ من درا كانها قاع كافية؟ على كل حال الدولة اللي مخصصة اللام مخصص على أساس اللي كان موجود أصلا مستلهمة من المقاربة اللي كانت أصلا موجودة، كيف قلت لك إنه مؤقت كامل، وبالتالي ميالت مدة تفكر استراتيجية شي لا يعود شي لا يعود قابل للاستمرارية. قد تعطينا رقم حول الموارد الماليه المخصصه لهذا نظافه نواكشوط؟ نظافه نواكشوط قريب من 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 300 مليون مليون قديمه والله جديده 300 مليون قديمه 300 مليون قديم. ايوا سيد رئيس لهي نرجعوا للموضوع هذا بعد كسقف كاقصى سقف. انتم كجيش نواكشوط انتم كشيت نواكشوط شنو رايكم في هذه الحمله وشنو مستقبل ايضا هذه المقاطعات قبيل اللي قلتوا عنها ما هي اصلا معنيه في الاتفاق اللي هي الثلاثه اللي مقاطعه دار النعيم والسبخه، شنو مستقبلها
وشنهي شنهي 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 الاستراتيجيه اللي تراهم انتم عنها مناسبه ياكن حافظوا عليه المكسب اللي تحقق منه شيء في هذه الحمله. شوف انا كيف قلت قبل على الامور كامله المؤقته على انها ما تقدر تسمى من خلالها استراتيجي، وبالتالي فرض على مدى يضاح لها تعود لها تعود الاستراتيجيه لا تعدل يعود فيها مدى طويل يعود له ترسم فيه استراتيجيه اياه كذا يعود عنده نتيجه. ولا ظهر لي عن هو الحمله مزيوده بنهارين لا يتوفى يوم السبت، معناها المدة فرض عليها تفكر ذاك البديل شنو. وظهر لي عن مرحليا الا له يعدل كان يعدل تم مده ماشيه قدر الامكان تنظف زين ان كانت تعدل شي صار. الحمله دارك من درا سيد الرئيس يقول للمواطن البسيط عنكم انتم في هذه الحمله عنكم تدخلوا لها شوارع معينه احنا وعنكم اللي هي انتم شريكه في هذه الحمله، انتم هذه الحمله اللي انطلقت انتم فيها غير عنها هم اللي تدخل لا جهات معينه وتجي لا شوارع معينه وتجي لا طبقه معينه على المواطن البسيط اللي قدام داره واللي في الاحياء ما تستهدفوا. شو تقولوا في ذلك؟ هذا ما شوف الحمله بعد قاعد ارك المقاطعات الثلاثه وقطعا على انها حمله جيده والجيش عدى العمل رائع في المقاطعات باللي فيه بليدات في مكامن الاوساخ لها سنوات ما قطع عن قبل تدخلها الجيش وقلعها مشكور سمعت، وبالتالي ما يقدر المواطن يقول ذلك. يا غير الصا كيف قلت قبيل ذوك الشقين اللي فيهم الجمع وفيهم النقل إنين يعود الشق الجمع ما هو معدل بصفه صالحه اللي 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 مثلا الصفه اللي صالحه يعود يتم المواطن يشعر بانه دائما ما نبغي قال المواطن مولي هون نختار نقولها مواطن عنده جزء من المسؤوليه في الخارج والنظافه مسؤوليتنا كاملين، ما هي مسؤوليه الا الشرايك ولا هي مسؤوليه الا الجيش ولا هي مسؤوليه الجهه ولا اخره. انا نهاري هذا كنا في زياره ميدانيه افراد الجيش يبالوا واحد تاكي تحت طابله راقد، هذا ما يتواسي، هي مدة لا جاية لا تساعد رقاجه وهو ما قد يلو كأنه هذا ما يتواسى، معناها النظافة مسؤوليتنا كاملين وبالتالي المواطن زاد هو ميالته يعرف عنده دور في النظافة وميالته يحافظ على وجه مدينته وميالته ما يقبل الأوساخ يزرقها يرميها بطريقة سيد الرئيس عشوائية سيد الرئيس ميالته ينبه على ذا كامل وميالته يعود يدق الأبواب كاملين ولين عاد نخلو احنا بعملنا والله نتقاصروا فيه ما يقبلها سيد الرئيس. المقاطعات الستة اللي تابعين لكم اللي صنفتوهم قبيل المواطن فيهم ما زال يشكو عن فيهم القمامة وعن فيهم تراكمات وعن ما فات قبالة رش كبار من قدو فيهم كلاهي تردوا باش من دراي كان هذا تقصير منكم انتم في منح ذيك الصفقات اللي ذيك الشرايك من دراي كانها ما عندها المؤهلات عدلها من دراي كان في قيابة للرقابة منكم انتم المواطن بعد يران فهم تقصير. سلام عليكم. كيف ترد هذه المقاطعات اللي هي والعمل كان فيها من نهاية 2018 إلى ذلك، علاش المواطن ما عود قالها انتم ما قط عدلتوه لا قطيلتوه، هذا اللي خلق نتيجة الوضعية اللي خلقت باللي ارتفعت وكانت ميار تعود فهم انتقالية سلسة ولا خلقت، وبالتالي نواكشوط ينتج فيه يوميا قريب من 1000 طن انين تفوت 7 أيام ما قلعتوا الأطوان شلا هي خلق اللي خلق هذا اللي خلقته. أنا أصلا أتحدى المواطنين حد منهم فهم مقاطعات فعلا ما زالت فيها قدر من العمل اللي ما يعدل به كيف تقبل ما فهم مهنيه ولا فهم شيء وسائل بدائيه ولا عمل ما هو عمل مثلا لا يعطي نتيجه كيف خالق في العالم الاخر، هذا هو الحق. يا غير مولي ما فهم مقاطعات اليوم ما فيهم تراكمات تيارد ما فيها تراكمات توجونين ما فيها تراكمات خاطئه اللي على طريق المقاومه لا عرفات اليوم ما فيها نقاط سوداء اللي بقى فيه شن اليوم نقاط سوداء من المقاطعات الستة اللي عند الجهة مقاطعة الرياض مقاطعة تبرق المواطن زين سيد الرئيس لاهن شبه الطرف الثاني العمل ما هو مكتمل لاهن شبه الطرف الثاني من شكوى المواطن بالإضافة للقمامة وبإضافة قلت لكم عنه يشكي عن المزارع وقلت انتم عن ما تلف من شكوى يشكي من الكلاب والحمير والحيوانات السائبة وحريق الحديد وذي الأمور من درك كان هذه من تخصصات جهة نواكشوط في شم المواطنين في الليل تحرق لهم باليت ويتعانوا من الكلاب ويعانوا من درك كان من مسؤول عن هذا بعد ما هو متخصص الجهه قال بعد شيء كامل قاعد يضرب المواطن احنا ندخلوا فينا ان تلحقنا شكاوي منه تلحقنا كذا يا غير ما عندنا ما هو من اختصاصنا على ان الحيوانات السائبه ولا الكلاب ولا هذا ولا الحريق والبريت اللي تنحرق من ترى قاع مباريت اللي تابعه لكم انتم في مواطنين يحرقوها للناس الاخرى ويضروا منها والله الا حد هذا حد
هذا حد مباراة تنحرق قبالي يحرقوها وحدين يحرقوها وحدين قال لهم قالوا لهم قال لهم الكولابه يدوروا كانوا يدوروا قبل الحديد وقبل كذا حرقوها وحدين اخرين ما نعرف ذاك اللي يحرقوها متحايلين حتى ياك يرفدوها بصفه مثلا يزيدوا يلقموا به ياك الوزن يعود كامل خالب يا غير بعد ما غير بعد ما معناها على السيد الرئيس السيد الرئيس الموضوع متشعب ويحتاج ياسر من الوقت مثلا ان شاء الله الدور لا يرجع له لا نعطيك فرصه انك تقولي كلمه اخيره للمواطن المواطن لا نقول للمواطن على انه يفصل بين المقاطعات الثلاثه والمقاطعات السته اللي عند جهه نواكشوط وتفصلوا انتم اهل التلفزه بينها قوليهم قاع مره اخرى مقاطعات الثلاثه لا نقول المقاطعات الثلاثه اللي ما معنيه بهم جهه نواكشوط ولا دار النعيم دار النعيم والسبخه والسبخه والميناء وهم اللي فيهم الحملة ضرك من الجيش هم اللي فيهم الجيش المقاطعات الأخرى ما فيها حملة الجيش فيها حملة فيها لا الشرائك اللي فيها أصلا زاوية العملها فيها واللي عندها تعاقد مع الجهة هذا واضح معناه هذا يفهم المواطن يا غير الصاء النظافة مسؤوليتنا كاملين ميات المواطنين يشاركوا زاد هم فيها وين يجي حد لا يعاونهم يقوموا معاه ولا ينبهوا ولا عاد شركة مقصرة حتى تشوفوا من السيد الرئيس لا يرى المواطن عنكم يلا يلا زادتم ولا تعودون مجدة وإحنا مجدة وفي خدمة المواطن لا المواطن يعرف نحن قرب للمواطن منك انت ومن كل حد سمعت معناها اعلن المواطن ميالتو اني نقصر احنا في عملنا يقولها لنا ابوابنا مفتوحه له واذاننا مفتوحه له وقلوبنا مفتوحه له اني اللي اني نقصر في عملنا يقولوا لنا ولا فينا اي مركب نقصر عملك بعد السيد الرئيس المواطن في الحمله في المقاطعات السته اللي تابعينكم تقعد غيرتوا هاي الحمله ولا انتار زاد هو عن تخريج اشياء ملموسه في المقاطعات اللي تابعتكم شوف عندنا انديه شبابيه مشاركه في الروايات عندنا انديه شبابيه مشاركه معدل ديتورنوا في اطار النظافه سمعت ومستعدين للمواطنين كامل حد كامل يقدر يساعد في النظافه والله يدخل فيها والله يشوف عنده فيها دور اسوى شنو اسوى يعملوا لا دور شقال اسوى يعملوا لا شقال ايش كامل الله يحسن من ادائنا والله يحسن من الوضعيه والله يرفع ضرر عن المواطنين احنا مستعدين شكرا لك شكرا لك واختلاط الاوراق هو اللي ما هو صالح شكرا لك نتمنى ان نعود وعطيناك الفرصه نقلنا لك اللي ينقال وعطيناك الفرصه تجاوبي اللي ينقال لا يجيني انا يوصل لي يعني قلنا احنا غير السيد الرئيس يوصل لك تيفروك الليله وصلتيه للراي العام وشافه كامل شافه المواطن اللي وذاك من خلال منبرنا احنا الكريم شكرا جزيلا اللي تاح لك الفرصه مشكورين حتى احنا بدورنا نشكرك جزيل الشكر فاطمه عبد الملك رئيس جهه نواكشوط على قبول الدعوه والمشاركه معنا الشكر موصول لكم انتم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعه الى ان يضمنا واياكم لقاء اخر هذه تحيه مني ومن الفريق الذي واكبني في الاعداد وفي الجانب الفني الى اللقاء We'll be right back.